بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية نستألف مع لو لير اي كومبخوندر ونستألف مع لو كاناري اي ليليفون. إذا نتكلم عن طائر حسن الصوت أصفر اللون به خضرة يسمى كاناري لو كاناري اي ليليفون. إذا نتكلم عن الكاناري والفيل il y avait une fois un éléphant et un canari qui vivaient dans le même coin de la forêt. Il y avait une fois un éléphant et un canari qui vivaient dans le même coin de la forêt. Il y a. طبعاً عندنا هاد avait avoir à l'imparfait. Il y a يعني هناك الآن. Il y avait كان هناك في الماضي. Une fois ذات مرات. كما نقول هنا مرة واحدة. المقصود هنا ذات مرة. Il y avait une fois un éléphant et un canari. كان هناك ذات مرة فيل وكناري. Qui vivait dans le même coin de la forêt. اللذان كانا يعيشان في نفس الزاوية. كما نقول المقصود هنا في نفس المكان. De la forêt, من الغابة. Qui vivait, اللذان كانا يعيشان. طبعا هنا عندنا لو فيرب vivre à l'imparfait. Vivre à l'imparfait. هذا فعل عاش. ممكن أنه يعني أيضا سكن. يعني أنه يعيش في مكان ما. المقصود أنه يسكن هذا المكان. Qui vivait, الذين كانوا يعيشان. أو الذين كانوا يعيشون. بحكم أن المثنى والجمع في اللغة الفرنسية لهما نفس الصيغة. كيفيفي اللذان كانا يعيشان بان لو ميم كوا في نفس الزاوية كما قلنا في نفس المكان دو لا فوغي من الغابة. إذا كما قلنا il y avait une fois un éléphant et un canari qui vivaient dans le même coin de la forêt. Il y avait une fois un éléphant et un canari qui vivaient dans le même coin de la forêt. L'éléphant était très grand et très fort. الفيل كان ضخما جدا وقويا جدا. L'éléphant était très grand et très fort. Le canari petit et astucieux. المقصود بهذا الكلام le canari était petit et astucieux. Le canari petit يعني أن الكناري كان صغيرا et astucieux وكان ذكيا وكان شديد الذكاء. كما نقول كان ذكيا جدا. على عكس الفيل الكناري كان صغيرا et astucieux وكان ذكيا جدا. Chacun prétendait être le roi. طبعا عندنا لو ذا prétendre المقصود به زعم ادعى كما عندنا هنا او شاء او اراد. ممكن ان هذه الجملة تعني كل واحد يريد ان يكون ملكا أو بمعنى أصح كما عندنا هنا كل واحد يدعي كونه الملك. شاكا بريتوندي. إذا كل واحد شاكاه كل واحد بريتوندي كان يدعي أو كان يزعم إدخل هو كونه الملك. أن جور ليليفون دي ألوطخ في يوم ما. أن جور كما لو نقول يوما. أن جور كما لو نقول يوم واحد أو يوم ولكن هنا المقصود به في يوم ما. ان جور ليليفون دي الوتر. ليليفون دي الوتر الفيل يقول للاخر. المقصود هنا ليليفون دي او كاناري يعني ان الفيل قال للكناري للطائر الكناري. فويون فلننظر. جي بونسي ا اون شوز كي ديسيدرا اون فوا بور توت. جي بونسي ا اون شوز qui décidera une fois pour toutes qui de nos deux sera le maître. J'ai pensé à une chose, qui décidera الذي سيقرر. طبعا عندنا لو فيرب ديسيدي المقصود بقرر ومنها المصدر اللي هو la décision هي قرار. quelle est votre décision. ما هو قراركم؟ جي بونسي ا اون شوز انا فكرت في شيء كي ديسيدرا الذي سيقرر او التي ستقرر اون فوا بور توت مرة واحدة للكل.
une fois pour toutes, مرة واحدة للكل. المقصود هنا بأننا سنحتكم إلى أمرين سيحدد مرة واحدة للكل بدون أن نعود لنفس الموضوع مرة أخرى. كي دي سيدا كي دي سيدا une fois pour toutes كي دو نود. إذن الذي سيقرر مرة واحدة للكل المقصود مرة واحدة للأبد كي دو نود. من الذي منا نحن الاثنان كي دو نو دو. من الذي منا الاثنين يعني أنا وأنت. سوغال ماتخ الذي سيكون لماتخ يعني سيكون السيد. لماتخ من الذي سيكون السيد. طبعا لماتخ ممكن أن تعني المعلم ممكن أن تعني السيد إلى غير ذلك. celui de nos deux qui boira la plus grande quantité d'eau sera roi. celui de nos deux الذي منا نحن الاثنان كي بواغا الذي سيشرب. طبعا عندنا هنا لوغ بواغ سلوغ بواغ طبعا او فيتور سامبل يعني في المستقبل. اذا الذي منا نحن الاثنان كي بواغا الذي سيشرب لا بلي غروند كونتيتي دو سوغا هو لا بلي غروند كونتيتي اكبر كميه من الماء. لا بلي غروند كونتيتي اكبر كميه دو من الماء سوغا هو. سوغا هو سيكون ملكا طبعا ظاهريا وواقعيا. الذي سيشرب اكثر هو الفيل. من النظره الاولى سنقول بان لوكاناري لن يقبل هذا التحدي. على العكس من ذلك كما سنلاحظ لو بيتي كاناري ريفليشي ايدي. اذا الكاناري الصغير فكر ثم قال بون جيد ما ان فو تروفي دو لو مينتينو ما ان فو تروفي دو لو مينتينو ما إلا فتخوب دلو مينتونو. ولكن يجب أن نجد الماء الآن فلنقرر الآن. بون ما إلا فتخوب دلو مينتونو. ولكن يجب علينا أن نجد الماء الآن إلى ما ندخل الشمع. ثم أشار للطريق ثم أشار للطريق أو أبهر الطريق التي ستقودهما إلى مكان الماء إلى ما ندخل الشمع إلى ما ندخل الشمع. ثم أنه أظهر الطريق أو أشار للطريق التي ستقودهما إلى الماء. L'éléphant suivait pendant que le canari voltigeait en avant. L'éléphant suivait pendant que le canari voltigeait en avant ou se perchait sur une branche pour attendre son compagnon. L'éléphant suivait pendant que le canari voltigeait. إذا الفيل يتبع الطريق ou se perchait sur une branche pour attendre son compagnon. إذن الفيل يتبع pendant que أثناء أن أثناء كما نقول أن pendant que كما نقول في الوقت الذي. لو كاناري فولتيجي كاناري يرفرف. لو فيرب فولتيجي المقصود به رفرفة. لو فيرب فولتيجي المقصود به رفرفة. ليليفون سويفي pendant que لو كاناري فولتيجي en avant ou se perche sur une branche pour attendre son compagnon. إذن الفيل يتبع في الوقت الذي pendant que في الوقت الذي لو كان غي فولتيجي الكناري يرفرف مثل الفراشة كما تفعل الفراشة pendant que لو كان غي فولتيجي en avant في الوقت الذي الكناري يرفرف إلى الأمام أو سو بيرشي أو سو بيرشي أو ينزل أو يضع نفسه أو يتبوت أو يسكن في مكان ما sur une branche. sur une branche à la rosn shajara sur une branche à la rosn shajara pour attendre son compagnon من أجل انتظار رفيقه le compagnon الرفيق attendre انتظر dès que l'éléphant l'aura attrapé dès que l'éléphant l'aura attrapé dès que كما نقول بمجرد l'éléphant l'aura attrapé بمجرد الفيل l'aura attrapé يلتحق به أو يدركه لو كاناري سنفولي يعني أن الكاناري يطير مرة أخرى السوبوزي ثم يضع نفسه دو نوفو من جديد جيسكا لاغيفي دو لوتخ إلى وصول الآخر إلى وصول الفيل. وهكذا بمجرد أن يدركه الفيل يرفرف العصفور
ثم ينزل على غصن آخر بجانب الطريق حتى يلتحق به الفيل. Après un long voyage, بعد سفر طويل, ils arrivèrent à la mer. يعني هما يصلان إلى البحر. طبعا عندنا لو فيرب arriver au passé simple. طبعا أصلا لو passé simple كما ذكرنا في غيرنا مرة أنه يستعمل في القصة. Ils arrivèrent, يعني هما يصلان à la mer, إلى البحر. هما يصلان إلى البحر. La mer est montée. Et le rusée canari dit à l'éléphant. La marée montée. Et le rusée canari dit à l'éléphant. La marée montée. Comment on appelle le maghrébien? Le maria. La marée. Il y a le maria et le bahar. Le maria, le bahar. El med ou le jazar. La marée montée. La marée montée. Imtidad al bahar al chate. Yassad. Et le rusée canari. Thumma al muhtel al canari. Ou le canari al muhtel. دي على الليفون دي على الليفون يقول الفيل رغارد انظر il y a beaucoup d'eau ici هناك الكثير من الماء هنا tu es le plus grand انت الاكبر c'est à toi de commencer اليك لتبدا لانك الاكبر انت الاكبر عليك ان تبدا بشرب الماء الليفون مسطحون dans l'eau et bu longuement. L'éléphant mit sa trompe dans l'eau et bu longuement. L'éléphant mit. يعني الفيل يضع. طبعا عندنا لو فيرب mettre au passé simple. L'éléphant mit. يعني ان الفيل يضع. عندنا لو فيرب mettre au passé simple. L'éléphant mit sa trompe dans l'eau. الفيل يضع خرطومه في الماء. et bu longuement. ثم يشرب طويلا طبعا عندنا لو فيرب بواغ طبعا عندنا لو فيرب بواغ او باسي سامبل قلنا لو فيرب بواغ او باسي سامبل اي بي لونغمون ثم يشرب طويلا كونتيني ديزي لو كاناري دون فوا انكوراجونت جو بوري فير ميو انكور بوا انكور ان بو كونتيني يعني استمر طبعا عندنا لو فيرب كونتيني يعني فعل استمر هنا عندنا كونتيني On a le verbe continuer à l'impératif. À l'impératif. Yani fil amr. Continue. Yani istamir. Disait le canari d'une voix encourageante. Yani qala al canari bi sawtin mushajji'. Encourager. Le verbe encourager. Yani annaka tushajji'. Wa min kalimat courageux. Yani anna shuja'. Courageuse. Anna shuja'. Je pourrais faire mieux encore. Je pourrais faire mieux encore. Ana astati af'al. Je pourrais. طبعا عندنا لو فيرب pouvoir. Je pourrais. Ana astati faire mieux. Astati fi'l ahsan. Encore. أيضا. Ana astati ndir كتر من هادشي. Bois encore un peu. Eshrob أيضا un peu. قليلا ما. زيادة. المقصود استمر في الشرب زيادة. Un peu. كما نقول قليلا ما. L'éléphant continue à boire. L'éléphant continue à boire. الفيل يستمر في الشرب. Mais dit l'autre. ولكن قال الآخر. المقصود الكناري. Tu ne bois pas. Tu ne bois pas. أنت لا تشرب. Tu souffles dans l'eau. أنت تنفخ في الماء. Regarde. انظر. L'eau monte. الماء يرتفع. طبعا لأنه كان هناك مد. فحتى لو كان الفيل يشرب الماء بكثرة. فإن مد البحر أقوى منه. وبالتالي فإن الطائر قال له أنت تنفخ في الماء لذلك هو يرتفع أنت لا تشرب الماء mais dit l'autre ولكن قال الآخر tu ne bois pas أنت لا تشرب tu souffles dans l'eau on a le verbe souffler tu souffles dans l'eau أنت تنفخ في الماء on a le verbe souffler ومن هنا مثلا نقول le vent souffle الريح كما نقول تنفخ المقصود بأن تهب المقصود أن الرياح تهب tu souffles dans l'eau أنت تنفخ في الماء regarde انظر le monte الماء يرتفع on a le verbe monter عندنا فعل ارتفع أو صعد le monte الماء يرتفع طبعا عندنا le verbe monter صعد أو ارتفع l'éléphant buvait désespérément يعني أن الفيل كان يشرب
ديزيسبيريمون كما نقول بدون جدوى. نتكلم احيانا عن لو ديزيسبوار كما نتكلم عن فقدان الامل عكسها ليسبوار يعني الامل. ليليفون بيبي ديزيسبيريمون يعني ان الفيل كان يشرب بدون امل في تحقيق غايته. ليليفون بيبي ديزيسبيريمون مي لي مونتي توجور il repoussait en arrière. L'éléphant tomba épuisé. L'éléphant vivait désespérément. Elle fit le canne à chrop bidoum. Amel, mais la montait toujours. L'éléphant le mec canne à yartafi ou d'aïmen. L'éléphant le mec canne à yartafi ou d'aïmen. Le maqsoud bi anna le mec canne à yastamir fil irtifa. Le mec canne à yastamir fil irtifa. Bifi ali maddi al bahr. Et le repoussait en arrière. Tout le monde fait ou l'oura. من المفروض كلما شرب الفيل الماء من المفروض أن ينقص الماء، لكن على عكس ذلك كلما شرب الفيل من الماء كان الماء يزداد ثم يدفعه للوراء بفعل المد إلى غبوسي أون أغيير ثم يدفعه للوراء. ليليفون طومبا إيبوزي الفيل سقط منهك القوى منهك القوى. نقول أحيانا فوتر سوند إيبوزي Votre sonde est épuisée. Votre sonde est épuisée. يعني أن رصيدك أنهيك كما نقول. المقصود بأن رصيدك قد نفد. L'éléphant tombe épuisé. الفيل يسقط منهك القوى. كما نلاحظ الفيل كلما شرب من ماء البحر كلما ارتفع بفعل المد، لكن عند الجزر كما سنرى جزر البحر في وقت ما Le canari attendit jusqu'à changement de marée. Al canari intadara. Le canari attendit jusqu'au changement de marée. Il est intadara. Il est ailleurs. Al maria. Tab al bahr kana fi irtifa. Ma al bahr kana fi irtifa. Fi al al mad. Ou fi waqt il ma. Tab an se yabda fi al auda. Idem fi hada al waqt. Sete tagayer had al maria. Al ta'ir tab an intadara ila hin. وصول هذا الوقت الذي سيبدأ في البحر بالعودة. Il descendit. إذن هو نزال. Alors au bord de la mer. Il descendit. Alors au bord de la mer. إذن هو نزال. طبعا عندنا le verbe descendre. On a le verbe descendre. Au passé simple. إذن هو نزال. Il descendit. Alors au bord de la mer. إذن هو نزال. إذن إلى شاطئ البحر. أو إلى ضفة البحر. Il plonge le bec. غطس فيها غطس فيها فيها هي هاد إيكا اللي عندنا هنا إبلونجا يعني غطس فيها لوبيك المنقار. إذا الطائر غطس في هاد الضفة غطس فيها ماذا؟ لوبيك غطس المنقار في سومبلون دو بواغ في سومبلون دو بواغ في هذا الفيغ فيغ أو باسي سامبل في سومبلون يعني فعل بدا. طبعا عندنا الفيغ سومبلي أيضا المقصود ببدا أو ظهر في سومبلون فعل يبدو. جعل نفسه يظهر في سومبلون دو بواغ جعل يبدو يشرب. المقصود بأنه أظهر نفسه وكأنه يشرب في سومبلون دو بواغ. إي أتوندي أن بو ثم انتظر قليلا. طبعا هو غطس منقاره بدون أن يشرب ثم أخذ ينتظر عودة مياه البحر. إل سويفي Ensuite, l'eau qui se retirait et fit encore semblant de boire. Idem roua tebi'a ba'dahada. Il suivit ensuite l'eau. Idem roua tebi'a ba'dahalma. Il suivit ensuite l'eau. Idem roua tebi'a ba'dahalma. Qui se retirait. Qui se retirait. Alladi kana yansahib. Le verbe retirer. Yani sahaba. Matalan. Retirer. Ces soldats. Yani sahaba junud. Hna adna le verbe se retirer. يعني سحب نفسه أو انسحب. إذا هو كان يتبع الماء كي سو روتيغي الذي كان ينسحب. إل سويلي أنسويت لو كي سو روتيغي إي في أنكور ثم فعل أيضا سومبلون دو بواغ سومبلون دو بواغ جعل نفسه أيضا سومبلون دو بواغ يبدو يشرب سومبلون دو بواغ. إلى طوندي دو نوفو هو ينتظر من جديد إي أنسي دو سويت وهكذا إي أنسي دو سويت وهكذا Jusqu'à ce que la marée se fût retirée. Il attendit de nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que la marée se fût retirée. Et la houdoud anna al-maria, ou artifa al-bahr,
se fut retiré, il attendit de nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la marée se fût retirée. إلى حدود أن المارية كما نقول أن تسحب المقصود إلى حدود أن يسحب الماء إلى الوراء. Il revint alors vers l'éléphant, étonné et s'exclama. Il revint alors vers l'éléphant, étonné et s'exclama. Il revint alors vers l'éléphant, étonné et s'exclama. وعاد حينئذ عند الفيل étonné, متفاجئا étonné. Il revint alors vers l'éléphant étonné et s'exclama. Idem wa'ad hina idin 'inda al-fil étonné al-mundahish et s'exclama. Thumma ta'ajjaba et s'exclama. Thumma ta'ajjaba comme on dit. Tu vois tout ce que j'ai vu? Tu vois tout ce que j'ai vu? Tu vois tout ce que j'ai vu? Anta ra'aita kull alladhi sharibt? Tu vois, adal va voir. Tu vois anta ra'aita tout ce que j'ai vu? Tout ce que j'ai vu kull alladhi sharibt? أرأيت كل الذي شربت أنا؟ إلو كاناري إي توجور روا دو سيت فوري. إلو كاناري إي توجور روا. إلو كاناري إي توجور روا. إي توجور روا دو سيت فوري. والكاناري هو دائما مالك لهذه الغابة. ثم بهذه الحيلة الكاناري بقي دائما مالكا لهذه الغابة. إذا هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله. وإلى لقاء قادم بإذن الله.